رح نتوقف سوا بروبورتاج خاص عن عيد صوت المدى وننقلكم أجواء هالعيد بهالروبورتاج. بدنا نهنيها هني كل العاملين فيها الارتقاء بالإذاعة إلى مستوى راق جدا. بعتقد أن في تصنيف عام لوسائل الإعلام في لبنان تصير مفهوم أول إذاعة. يعطيكم ألف عافية. الهدف اليوم هو نفسه وعم يقوى أكثر من قبل. كل يوم عم نتأكد نحن بصوابية الهدف اللي موضوع لها الإذاعة، وهي أن تكون إذاعة صوت اللي ما عندهم صوت، وتكون إذاعة صوت الحق وصوت الحقيقة وصوت التغيير وصوت الإصلاح. هيدي الإذاعة خلقت كرمال هيدا الموضوع، ورح بتضل هدفها كل حياتها هيدا الموضوع. أنتوا والإدارة والقائمين على هالإذاعة قدرتوا بفترة كتير قصيرة تعملوا بصمة كبيرة وتحطوا هالإذاعة على مرتبة الأوائل بلبنان بموضوعيتكم بمقايتكم وبمهنيتكم. فأنا بقلي أعطيكم ألف عافية أنت كل زملائك بالإذاعة وكل العاملين على الهواء وتحت الهواء وكل الإداريين اللي عم يشرفوا عليها. صوت المدى، خلي صوتك بالعالي أكتر بعد. شو بتتمنى اليوم لعائلة صوت المدى وكيف بتوصف صوت المدى اليوم؟ صوت المدى عملت انتقال نوعي بالإعلام بلبنان المسموع، هو إنه هالفريق اللي انوجد فيها أول شيء صاحب خبرة، صاحب رسالة إنه يوصل الحقيقة للشعب اللبناني بهالمرحلة اللي العالم عم بيمرق فيها ببروباغندا إعلامية منا غير مسبوقة ومنا مقبولة. نجحوا لأنه تعاملوا مع بعضهم كعائلة، مثل ما كنت عم بحكي هلأ بالعيد، هون ما في تنافس، ما في حسد وغيري، في تكامل، كل واحد بيكمل التاني وكل واحد بيساعد التاني إنه حتى يكون الخبر أنجح، حتى يكون البرنامج مسموع أكثر. الهدف أو الاستراتيجية اللي طبعناها هي أنه نبني إذاعة أساساتها ما بترتكز على الفضايح والتشهير بالناس والشتيمة، عرفت كيف؟ نحن إذاعتنا منفتحة على كل التيارات السياسية، يعني من ناحية سياسية ومن ناحية الفنية عم نجرب قد ما فينا نرتقي بالجو الموسيقي قدر الإمكان الموجود بين إيدينا. في كتير قصص ما بنقدر نمرقها على إذاعتنا لأنه نحن محافظين على مستوى معين. سرها كأنه كل الأكيب اللي عنا كله بيشتغل كعائلة واحدة، وعنا هدف معين يعني حاطينه قدامنا عم نشتغل على أساسه، هو توصيل الحقيقة بطريقة كتير مريحة للمستمع يرتاح فيها، من الأغاني للبرامج للأخبار، يعني كل شيء نحن نشوفه المستمع بحاجة له. شو بتتمنى اليوم لإذاعة صوت المدى والعاملين فيها؟ الاستمرار أكتر وأكتر عبال 20-30 والمئة سنة، والقيمين عليها يكونوا وصلنا لهم الهدف هني بحاجة له. صوت المدى، بتمنى لصوت المدى أنه تستمر على هيدي الخطة، لأنه نحنا فيك تقولي بخمس سنين ومش بشهادتنا، نحنا بشهادة العالم والشركات الأحصاء، نحنا بخمس سنين قدرنا ننجز يلي عملوا غير إذاعات بثلاثين سنة. فكتر خير الله وكتر خير المستمعين اللي هن أوفية للجنرال عون وأوفية لإذاعة صوت المدى. أول شيء النجاح أكيد، لأنه من وراء مصداقيتها للإذاعة نحنا بنحط لكل العالم كلهم بنفس المستوى. أول شيء نحنا عم نحافظ على موضوعيتنا قد ما فينا، وهيدي الموضوعية هي سر نجاحنا وسر بقائنا على الساحة الإذاعية مثل ما بنقول. وأهم شيء أنه نحن أكيد عنا خط سياسي، بس نحن هذا الخط السياسي عم نعرف كيف نترجمه، عم نترجمه بالإطار الموضوعي يلي نحن منوصل الفكرة للمستمع، والمستمع هو بيقدر يحدد الفكرة يلي نحن على الأد حابين نحن نوصل لهم إياها، ونحن بالنهاية صحافة الإصلاح والتغيير. إن
شاء الله دائما تضل بالنهج اللي هي هلا ماشي فيه. اهم شيء انه دائما في تواصل مع الناس، تواصل من القلب بطريقه كتير شفافه، فيها صدق وفيها موضوعيه، هذا اهم شيء، وفيها منطق وفيها عقل، لانه بظل كل وسائل الاعلام اللي عم نشوفها والطرق يلي عم بيتواصلوا فيها مع الناس، وكيف مرات بيحوروا الاخبار، او حتى اذا ما قال علاقه بالاخبار بامور يمكن اجتماعيه اقتصاديه معيشيه يوميه، في كتير امور unethical او لا اخلاقيه عم بتصير. وانا بعتقد انه اهم شيء موجود بصوت المدى هو الاخلاقيات. خمس سنين قطعوا، عن جد قطعوا كتير بسرعه، تعلمنا من خلالهم قصص كتير حلوه، ان كان بالجزء الفني او الجزء السياسي، وطبعا بالجزء الرياضي اللي انا بقدمه. بدي اتمنى للاذاعه اكيد طول الازدهار والاستمراريه، واكيد بهالاداره المميزه على راس استاذ ياسر سعد. العالم هي شجعتنا اهم شيء، وبعتقد انه بفضل هالناس اللي بتسمعنا واللي امنت فينا من اول لحظه طلعنا فيها على الهواء، نحن مستمرين. صوت المدى. إذاعة صوت المدى يعني هي مثل ما وصف الجنرال ميشيل عون يعني بالتهنئة تبعه، هي صارت مدرسة بالمهنية، مدرسة باستقصاء الحقائق للآخر، مدرسة حتى بطريقة إعداد التقارير الإخبارية الإذاعية، وأيضا مدرسة بأنه العالم بيلجأوا لها كرمال يسمعوا صوت الحقيقة وصوت الحق. بتمنى لها للإذاعة أنه تكفي مشوارها لسنوات وسنوات وسنوات بعد، ويدل صوتها على قد المدى. بقول لجمهور إذاعة صوت المدى أنه صوت المدى ما كانت مشيت لولا، بتمنى يضل وفي لهيدا الإذاعة اللي أثبتت أنها إذاعة ديناميكية شبابية حيوية مهنية موضوعية، وبتمنى أنه تضل مثل ما هي من حيث هودي الصفات، وبتمنى أنه تضل تقدم الأشياء تضل كمان هي كمان بدها تحافظ على جمهورها، مش بس جمهورها لازم يكون وفي. بتمنى لها تكبر كتير وتصير أكبر مما هي دايما، وتتقدم لقدام أكيد، و هذا بتمنى مثل عم بتمنى لحالي أكيد. أول شيء بتمنى من إذاعة صوت المدى اللي هي الإذاعة اللي بلشت فيها العالم البروفيسيونيل، بتمنى أنه ضل أول شيء عائلته، ضل عائلتي، لأنه الأشخاص الموجودين فيها هن أكثر من مجرد زملاء، هن دايما وقفوا حدي بكتير مراحل صعبة مرقنا فيها. على طول كنا نسمع أنه أهم شيء بالحياة يكون الإنسان شغله هوايته، أنا بدي أقول شيء أهم من هيك، أنه يكون الشغل أو الناس اللي بتشتغلي معهم هن عائلتك، فأنا عم مارس هوايتي بين عائلتي يلي هن زملائي ومدرائي. صوت المدى، صوت المدى. صوت المدى هي فعلا اليوم الصوت اللي بعتبره أكتر شيء بيحمل هموم وقضايا اللي نحن بنفكر فيها واللي الناس بيفكروا فيها، وخاصة اللي عندهم هالالتزام الوطني أو السياسي مثلي ومثل غيري. بنعتبر أنه صوت المدى هي أكتر وسيلة إعلامية بلبنان بتعبر عنا بشكل صحيح. بدي عيد زملاء هون بصوت المدى يلي هن عن جد يعني أكتر من شعارات وشعر، هن عن جد صرنا عيلة من ورا هالتكاتف اللي عنا ياه، صار فيها الشغل الناجح، وهالقد صار فيه نجاح لصوت المدى بهالخمس سنين. انا مراسل لصوت المدى بالبقاع، الكل بيعرفوا انه اخبار صوت المدى هي موضوعيه وشامله، وما بتميز بين فريق واخر، كل اخبارها بتكون بموضوعيه لكل الافرقاء السياسيين بلبنان. بالنسبه للاخبار وللفن هي الاذاعه الاولى، انا بالنسبه لإلي لانه هيدي الاذاعه كنت بحلم فيها اني اشتغل فيها واستمر فيها للآخر. أول شيء بدي أقول لهم كلمة سنة هني بخير، وأنا عطول لما بجي بصور هون بضلوا مثل النحلة، مثل بكر النحل عطول، أنا الله يوفقهم ويضلوا بهالهمة عطول. دايما ما بتخافي أنه من النجاح، بتخافي أنه تفقد النجاح. أنا بتمنى لصوت المدى تحافظ على النجاح اللي هي فيه. سألوا نجوم بالعالي، سألوا عنك انت مين، نورت هالليالي وصرت حلم السهرانين. زينة هالدار وبتضل أحلى حياة.
حلوين صوت المدى زين قلب بيروت حلوة لما الشمس تضم من قلب بيروت سهران الهوى وبيضا. يعني أنا دايما بعتبر أنه قلب بيروت هو القلب النابض لكل لبنان وبالتالي لكل الدول العربية المحيطة فينا ولبلاد الاغتراب. بيروت كانت أم الحضارة وطلعت كتير من الأفكار ومن النشاطات ومن الحروب ومن السلام، بقى بتجمع كل شيء بتعنيه هالدنيا. بقى قلب بيروت أكيد قلب النابض، ونحن صرنا سنة على الهوى، صرنا سنة نحاول أنه نغطي كل أحداث لبنان بسيئاتها وبحسناتها، نحاول نضوي على الأشياء الحلوة لحتى نفكر إيجابيا. من قلب بيروت بقول أنه إن شاء الله بتضلها نابضة مزدهرة، ومن عسطوح بيروت دايما منقشع قلب بيروت النابض، بقى كل الخير والنجاح ولأبعد مدى مع صوت المدى. لما يوطى الصوت كتير يصبح مش مسموع والكلام الحر يصير بين العالم مقطوع. لما يوطى الصوت كتير يصبح مش مسموع والكلام الحر يصير بين العالم مقطوع في صوت أعلى من كل الأصوات بيسافر أبعد من كل المسافات. صوت الحقيقة بالمدى ما بيخاف أبدا من حدا. صوت المدى صوت المدى علي الصوت شوي أكتر بعد